وإلى حضرة حبيبنا وشفيعنا وسيدنا ومنجينا وهادينا وقرة أعيننا وقطعة قدرنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. وإلى حضرات سائر الأنبياء والأولياء والعلماء والشهداء الصديقين والصالحين أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها صغيرهم وكبيرهم وذكورهم وإناثهم وجنهم وإنسهم كلهم أجمعين خصوصا منهم إلى حضرة شيخنا وملاذنا ومرشدنا قطب العالم محمد أبي بكر المدبولي قدس الله سره العزيز. وإلى حضرة تاج العلماء السيد عبد الرحمن البخاري قدس الله سره العزيز. وإلى حضرة أستاذ الأساتذة بحر العلوم قدس الله سره العزيز. وإلى حضرة عاشق الرسول الشيخ عبد القادر القندوري قدس الله سره العزيز. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.